بسم الله، هنشوف دلوقتي مع بعض ازاي نحط السلاب لما بندخل في 3D. بلاقي ان مفيش هنا سلاب، فايه هاجي هنا اقول له سلاب وابدا اختار، اقول له مثلا انا عايز من هنا لحد هنا، دي السلاب بتاعتي. تمام، ادوس F3 تبدا السلاب بقت موجوده. ده لا سحر ولا شعوذة. تمام اهو. طب ليه الحيطة مش واصلة لحد هنا؟ تعال نعلم على الحيطة كده ونشوف ايه الخصائص بتاعتها. تمام، انا كده علمت على الحيطة. ادخل جوه الخصائص الاقي ان احنا فعلا كنا قايلين له ابعد عن الارضية بمسافة 300. تمام، طيب حاجة من الاتنين، يا اما اجي هنا واقول له خلي دي بصفر. تعال نشوف الموضوع في 3D هيبقى عامل ازاي. تمام، انا كنت عامل عليها سيلكت، فعشان كده هي كانتش الارضيه جت معايا، لان كنت عامل سيلكت على الحيطان. او حاجه تانية، هدوس كنترول زد. تمام، او حاجه كمان ان انا اقول له خلي الارضيه نفسها او السلبه نفسها تطلع 300 دول. تعال نجرب الموضوع. اجي كده واعمل سيلكت على الارضيه. تمام، ممكن ادخل من الخصائص، بوص على الخصائص الاقي ان ده السمك بتاعي وده الارتفاع بتاعي عن الارض. اقول له خليه دي مثلا 300. تمام، اوكي، الاقي ان فعلا طلعت 300 اللي انا قلت عليها. تمام، باجي هنا ده السمك وده ممكن اشوف اغير الماتيريال بتاعتي زي ما انا عايز، وممكن تغير الماتيريال تتغير معاك هنا حسب الماتيريال اللي انت مختارها. ممكن تختار حاجة عادية وتبدأ انت تكتب هنا 400 مثلا. تمام، ده لو انت عايز تبقى فيه ميل كده من الاخر زي شطفة، فتبدأ تديله الزاوية اللي انت عايزها. الموديل بتاعي تمام، اقول له ايه اوكي. طيب لو انا عايز ابدأ اعدل في الشكل دوت، اجي هنا وتروح دايس تطلع لك دي موف. لو انت عايز تحركها اي حركة زي ما انت عايز كده، انت بتحرك النقطة. تمام، يعني ممكن تيجي كده تقول له خلي النقطة دي مثلا كده. تمام، او تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل فيلت او تشامفر. ايه الفرق بينهم؟ فيلت بيديك زاوية كده، فيلت التاني بيديك كقطع خط. تمام، طيب انا قلت له مثلا فيلت 500 وقلت له اوكي، اما هتلاقي الفيلد ده حصل. طيب هدوس كنترول زد. لو انا عايز الفيلد ده في كله مره واحده، اجي هنا اروح دايس شويه واقول له فيلد واقول له ابلاي تو اول كورنر، هيعمل الفيلد في كله. طب تعال نشوف الشامفر، اجي هنا واقول له تشامفر. تمام، تلاقي ان هو عمل لك قطع كده. ماشي، كنترول زد. هنا اوفست، اوفست دي بيتعمل من جميع الاتجاهات. اقول له اوفست. تمام، اقول له مثلا انا عايز اوفست مثلا 200. اوكي، تلاقي ان هي اتعملت اوفست 200 من جميع النواحي. بس اتعملت لجوه. طيب تعال نعملها تاني، اوفست. تمام، اتحرك بيها كده. تمام، او اقول له مثلا خليها لي مثلا 700 اهي. طيب لو انا عايز اطرح شكل معين، هاجي هنا عندي اد ان انا اضيف. لو انا عندي اي بولجن موجود ممكن نرسم اي بولجن او اطرح. تمام، واجي هنا ارسم شكل اللي انا عايزه يطرح، الاقيه طرح اوتوماتيك او اد، وابدا اضيف اي شكل انا عايزه. اد واضيف مثلا شكل كده مثلا من هنا لهنا. تمام، اوتوماتيك هو هيضيف الشكل ده زي ما انا عايز. ممكن بعد كده اجي هنا اقول له مثلا دراج للشكل كله،
او روتيت لو انا عايز الفه، او ميرور زي ما انا عايز، اليفيت لو انا عايز اطلع بيه او انزل بيه، او اعمل مالتيبلاي. مالتيبلاي يعني بتعمل زي اري، بتاخد العنصر مثلا 5 مرات او كده. تمام، دراج بالشكل دوت. تمام، فزي ما انت شايف سهل ان انت تتحكم فيه السلاب، وتعمل السلاب زي ما انت عايز، وتبدأ تشكلها، وسهل جدا ان انت تعدل فيها في اي وقت.